تعالوا في الحلقة دي هنتكلم على أهم الحلقات اللي ممكن نتكلم عليها في القناة هنا، وهو هنشرح فيه شرح مختصر لكتاب الأب الغني والأب الفقير لروبرت كيوساكي. الكتاب ده فعلا من أهم، إن لم يكن إن هو أهم كتاب عن المال وعن الفكر المالي. فأنت لو مهتم بالموضوع ده فأنت لازم تقرأ الكتاب ده، ولو لسه ما قريتوش لحد دلوقتي على الأقل اسمع الشرح ده وبعد كده جيبه اقراه. في كتاب الأب الغني والأب الفقير، الكتاب هنا بيتكلم عن شاب اسمه روبرت كيوساكي، وهو كاتب الكتاب، اللي كبر عن أبين مختلفين في تفكيرهم في المال. الأب الغني وهو أبو روبرت كيوساكي بالتبني، وده شخص بيفكر في المستقبل وفي بناء الثروة. أما الأب الفقير فهو أبو روبرت كيوساكي الحقيقي، وهو شخص بيفكر في الحاضر وفي الدخل اللي بيحصل له من شغله دلوقتي. روبرت كيوساكي بيتعلم من الأب الغني دروس مهمة جدا عن المال، وهنتكلم دلوقتي عن بعض الدروس اللي هو اتعلمها. أول حاجة، الفلوس مش حاجة قليلة ولازم نتعلم إزاي نتعامل معها. وتاني حاجة، الفرق بين الأصول والخصوم. الأصول هي اللي بتجيب لك الفلوس، والخصوم هي اللي بتاخد منك الفلوس. وبعد كده هنا بيتكلم عن أهمية الاستثمار. الاستثمار هو الطريقة الوحيدة عشان تبني بيه ثروة. بعد كده بيتكلم عن أهمية تعليم المال. أنت ليه بتتعلم عن المال؟ بيقولك لازم نتعلم إزاي ندير فلوسنا عشان نكبرها. وفي ناس كتير هنا بتعتقد إن كتاب الأب الغني والأب الفقير هو كتاب عن المال بس والاستثمار، بس الحقيقة إن الكتاب ده بيحكي قصة نجاح روبرت كيوساكي، وبيقدم دروس مهمة عن النجاح بشكل عام. الكتاب بيعلمنا إن النجاح حاجة مش سهلة، ولازم نبذل مجهود كبير جدا عشان نحققه. وكمان بيعلمنا إن لازم نكون طموحين وبنحلم بتحقيق أهدافنا. كتاب الأب الغني والأب الفقير هو كتاب مهم جدا لأي شخص عايز يحقق النجاح في حياته، سواء في المال أو في أي مجال تاني. وتعالى نشرح أكتر. بيقولك هنا الفلوس مش حاجة قليلة ولازم نتعلم إزاي نتعامل معها. الفلوس دي وسيلة للتبادل، ولازم نتعلم إزاي نستخدمها عشان نحقق أهدافنا. لازم نتعلم إزاي نحسب دخلنا ومصروفنا، وإزاي نخطط للمستقبل المالي. بعد كده هيقولنا زي ما شرحنا الفرق بين الأصول والخصوم، وبيقولك إن الأصول هي اللي بتجيب لك الفلوس، والخصوم هي اللي بتاكل منك الفلوس. الأصول هي كل حاجة بتجيب لك دخل زي العقارات والأسهم والسندات، لكن الخصوم هي أي حاجة بتاكل منك الدخل زي البيت والعربية والديون. وهنا بيدينا مثال على الأصول، بيقولك لو أنت في بيت عندك وبتأجره والبيت ده بيجيب لك 10,000 جنيه في الشهر، ده كده أصل. وبيقولك مثال على الخصوم، لو أنت عندك اشتريت بيت ب5 مليون جنيه وهتدفع عليه اقساط 10,000 جنيه شهريا، ده كده خصوم، مع ان هنا بيت ملك وهنا بيت ملك، بس البيت ده بيدخل لجيبك فلوس والبيت ده بيخرج من جيبك الفلوس اللي هو القسط الشهري. بعد كده بيكلمك ان الاستثمار هو الطريقه الوحيده عشان تبني الثروه. فما فيش حاجه اسمها اللي هو انا هستنى الفرصه عشان يبقى معايا ثروه، انا هستنى يجي لي لحظه مش زي ما حصل لكذا عشان نعمل ثروه. وبيقولك ان من الاخر ان الاستثمار هو انت بتحط فلوسك في حاجه بتكبر وبتجيب عائد زي العقارات والاسهم زي ما شرحنا قبل كده. وبيديك هنا برضو مثال ان لو اشتريت سهم مثلا ب100 جنيه وقيمته زادت بقت 150 جنيه، يبقى انت كده طبعا في مكسب هنا. وبيتكلم دلوقتي ان اهميه تعليم دروس عن المال. بيقولك لازم تتعلم ازاي ندير فلوسنا عشان تكبرها، لازم تتعلم ازاي تحسب دخلك ومصروفك، وازاي تستثمر فلوسك عشان تكبر. ده كان شرح سريع كده، بس انا هقولك شويه حاجات. ان انت لازم تجيب الكتاب وتقراه بنفسك، وفكر في الدروس اللي بيقدمها، عشان فعلا الكتاب ده غير حياه ناس كتير جدا. الكتاب بيقدم دروس مهمة جدا، لازم تقراه بنفسك وتفكر الدروس اللي بيقدمها. بعد كده طبق الدروس اللي انت اتعلمتها من الكتاب في حياتك العملية. وطبعا احنا عارفين ان افضل طريقة عشان تتعلم لازم تطبق في حياتك اللي انت بتتعلمه. لحد هنا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عايزنا نتكلم اكتر عن حاجات تخص المال ياريت تكتب في كومنت، ولو لسه ما عملتش سبسكرايب هنا فانزل دلوقتي دوس على سبسكرايب علشان تتابع كل جديد.